ينبوغا المرداني وأمير تاني اسمه يلبوغا اليحياوي. السلطان حسن شالهم وبدأ في بناء المدرسة بتاعته. وسبب ان احنا وقفنا طبعا في المكان ده زي ما شفنا العملات على مسجد السيدة عائشة ومسجد قميباي الرماح 200 جنيه، هنشوف الزاوية بتاعة 100 جنيه في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. فضل السلطان حسن يبني في المدرسة دي 3 سنين بدون اي انقطاع، وصرف عليها مبالغ كبيرة جدا، لدرجة ان في امير من امرائه اسمه مقبل الشامي قال ان هو سمع السلطان حسن وهو بيقول لولا ان يقال ان ملك مصر عجز عن بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما صرفت او من كثرة ما صرف عليه. مفيش رحالة ولا مؤرخ زار مصر الا لما اتكلم عن الصرح الكبير اللي انتوا شايفينه ده. المكان ده اطلق عليه هرم العمارة الاسلامية او هرم مصر الرابع. والمكان ده اللي جه اوباما طبعا زي ما شفنا زاره، سليم الاول كمان لما جه مصر هنا بعد معركة الريدانية 1517 زار اكتر من جامع من جوامع القاهرة، ولكن جه عند الجامع ده وقال هذا حصار عظيم، شبه المسجد ده بالقلعة. المدرسة شوفوا ارتفاعها عامل ازاي، وشوفوا القلعة ارتفاعها قصاد منها مباشرة، كانت بتستخدم كحصن للمماليك، المماليك الثوار المتمردين على الحاكم اللي عايش جوه القلعة، لان زي ما قلنا ان الحكم كان في القلعة لمدة قد ايه، مصر اتحكمت لمدة 700 سنة تمام. فالمماليك كانوا بيدخلوا المدرسة دي ويقفلوا الباب عليهم ويطلعوا فوق السطح وينصبوا المنجنيك ويضربوا ايه، يضربوا القلعة. مش منجنيك بس، ده منجنيك ومدافع، والقلعة كمان كانت بترد عليهم، ولحد دلوقتي الآثار بتاعة الضرب موجودة على الوجه اهي شايفينها. ده حصل في عصر مين؟ في عصر السلطان برقوق 1391، وحصل كمان في عصر سلطان اسمه الظاهر جاكمك 1438 ميلادي. الظاهر برقوق ملقاش حل، مش عارف يعمل ايه، فراح مكسر السلالم اللي بتوصل لفوق وقفل الباب الرئيسي للمسجد، وده علشان محدش يقدر يطلع فوق من الثوار. الظاهر جاكمك هو كمان كسر السلالم اللي كانت بتطلع للمأذنة التانية فوق. يلا بينا. ده الرفيعي واللي قدامه السلطان حسن، اللي هو ده اللي كان بيشرح عليه، كان بيشرح على جامع السلطان حسن.